صباح الخير. زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان أهميتها ونتائجها في هذه الظروف الصعبة جدا التي نعيشها والمنطقة محور اهتمام الصحف اليوم، وسأناقشها مع ضيفي الصحافي والكاتب السياسي الدكتور محمد قواس، حيث سنجول أيضا على الشأن اللبناني الرئاسي، الأزمة السورية، الحراك الكردي والإرهاب في أوروبا. دكتور قواس صباح الخير، أهلا وسهلا. وسهلا بك، أول إطلالة لك ضمن برنامج كلام بيروت. أهلا وسهلا. سنبدأ بزيارة بان كي مون إلى لبنان. كاريكاتير النهار لأرماه حمصي، صور اللبناني ملقى أرضا وعلى ظهره عبء مليوني لاجئ، فيما وقف، عم نشوف الكاريكاتير على الشاشة، بان كي مون يصفق له ويقول ممتاز ثابر، يعني وكأن الدعم كله كلامي. هل مفعول الزيارة سيقتصر على الكلام فقط؟ أعتقد في تحول في العالم. أولا، هذه الزيارة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الذي يمثل بشكل أو بآخر المجتمع الدولي، وبالتالي هذه إشارة أن المجتمع الدولي يهتم بلبنان، بالدولة اللبنانية، بالنظام السياسي اللبناني، ويهتم أيضا باستقرار هذا البلد. مثل ما لاحظت طبعا كل الملفات التي بدأ الحديث عنها له علاقة طبعا باللاجئين، ب الأكلاف التي يكلفها لبنان، ليس فقط على المستوى الاقتصادي لكن أيضا على المستوى الاجتماعي والسياسي، قد تؤدي إلى اختلال معين لهذا البلد الصغير. وبالتالي في اهتمام دولي من خلال الأمين العام أن يدعم هذا البلد. طبعا ملاحظ أيضا أن الأمين العام أتى مع مؤسسة البنك الدولي، يأتي بكلام عن عقود مالية معينة، عن مساعدات مباشرة، وهذه طبعا أعتقد أنها يفترض أن تعطي نفس لبناني داخلي، أن لبنان لا ينسى، وبالتالي هناك رعاية لهذا البلد. طبعا السؤال الكبير دائما اللبنانيين، هل نحن ما زلنا تحت المظلة الدولية أو لا؟ يبدو أنه من خلال هذه الزيارة نعم موجودين. الرئيس سلام بحسب جريدة المستقبل كرر أمام بان كي مون طلب لبنان ترجمة التعهدات الدولية بدعمه بمواجهة عبء النزوح وفق الورقة الحكومية المقدمة بمؤتمر لندن الأخير. يعني بعد لبنان ما لمس حقيقة ترجمة فعلية لهذه التعهدات، هل بعد هذه الزيارة سيتم ذلك؟ يعني أنا أحيانا بقول عيب عليهم، يعني عيب عليهم إذا كان على مستوى الأمين العام عندما يزور هذا البلد ولا يلتزمون بالالتزامات السابقة. وأعتقد أنه عدم الالتزام كان أيضا أداة من أدوات الضغط على مش على الحكومة اللبنانية لكن على الوضع اللبناني. يعني كان هناك عدم ثقة، من أجل ماذا؟ بمعنى أنه هناك عدم ثقة دولية بما يحصل في لبنان، بتركيبته الداخلية السياسية، باختلاله، بعدم انتخاب رئيس الجمهورية، بأن المؤسسات السياسية الدستورية غير متينة، وبالتالي هناك عدم ثقة. كنا نشعر بهذا الشكل، وكنا نعتبر أنه يعني لبنان متروك للصدف، بمعنى أن يدخل هذا العدد الكبير من اللاجئين وهو أساسا يعاني من وضعه الاقتصادي، ويعاني أساسا من أزمته السياسية الداخلية، فتزاد إليه هذا البركان السوري. كان هناك شعور أن لبنان متروك، وكان هناك شعور في نفس الوقت أن لبنان غير متروك، وأن حالة الاستقرار النسبي إذا ما قورنت بالبركان اللي حاصل في سوريا هو جزء من تفاهمات إقليمية دولية في هذا الشأن. اليوم أعتقد أيضا أن الكلام أصبح يعني بالأرقام، نتحدث عن مساعدات للبنان قد تصل إلى حوالي 400 مليون دولار إذا تم التوافق عليها. يفترض أن يعني نخطو نحو التنفيذ وليس فقط حول ما هو نظري. أعتقد أنه نحن ذاهبون بهذا الاتجاه. يجب التذكير أيضا أن هناك قرار دولي بإنهاء الوضع السوري من خلال التسويات الكبرى، وأعتقد أنه تفاصيل المساعدة للبنان هي جزء منها أيضا. هل بتعتقد دكتور كواس كمراقب وكصحافي أنه في شروط مقابل الوفاء بهذه التعهدات، أو مثل ما قالت اللواء اليوم المسؤول الدولي كان بجعبته طرح عن إمكان تحويل النازحين إلى لاجئين كشرط من شروط زيادة المساعدات المالية، وهو ما يعني يتضمنه من مخاطر بحال وروده بخاطر الطباخين الدوليين؟ هل الأمر وارد؟ هيك سيداتي، هناك يعني طبعا لبنان على مدى العقود الأخيرة كان عنده مشكلة داخلية، مسألة التوطين الفلسطيني، وهذا طبعا أدى إلى نقاش داخلي لبناني في هذا الشأن. لا أعتقد أن لبنان يتحمل 1.5 مليون جديد، تركيبته الطائفية تتحمل ذلك. بالتالي أيضا المجتمع الدولي يعرف
أن هذا الأمر هو أمر ضاغط على لبنان لا يمكن تحمله. غير لكن وارد؟ ليس غير وارد طبعا لا يمكن تحمله، لكن أيضا على اللبنانيين أن, أن, أن يعرفوا أن هناك حالة إنسانية موجودة بسبب كارثة موجودة أفضت إلى وجود 1,500,000. يجب بشكل أو بآخر يتدخل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، وعلى اللبنانيين أن يفهموا أن هذه المساعدات قد تكون مشروطة، ولكن على اللبنان أن يحول هذه الشروط إلى ما يستطيع أن يستفيد منه، وأن لا يجعل هذا 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 الوجود دائم وسياسي، وهذا غير 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 مطروح أساسا. زائد أنه أي مواطن سوري يحب سوريا وهو يطوق إلى العودة إلى هذا البلد. وأنا رأيي أنه حاليا نحن في فترة يعني بدأت التسوية السياسية في سوريا، وهي تسوية قد تطول، وما يعني نتائج جنيف حتى الآن والضغوط الروسية والضغوط الأمريكية وأيضا القرار الدولي بعد وجود حوالي ملايين من السوريين ذهبوا إلى أوروبا، هذا الرعب أساسا يعني. نعم. أحيانا بانكيمون يأتي إلى لبنان لأن هناك رعب في أوروبا. نعم. رجاء أن يبقوا عندكم ولا يأتوا إلى عندنا، ثبتوهم مكانهم. الصفقات المالية اللي تم توقيعها مع تركيا، أقفلوا الحدود رجاء. وأعتقد بعد ذلك أيضا ما حصل في بروكسل ممكن أن أتكلم لاحقا، أصبحت الأزمة السورية أزمة خطرة على العالم تستدعي إجراءات ومرعبة بالنسبة للعالم. قلت أنه على اللبنانيين أنه يمكن يعرفوا يستفيدوا ويحولوا هذه الشروط لموضوع لشأن إيجابي، ولكن انطلاقا من تجربة كل هذه السنوات ما بتعتبر اللبنانيين سباقين بتفويت الفرص؟ يعني بمعنى أنه كل موضوع ممكن يستثمر بالسياسة يعني تم مذهبته وبياخذ منحة سلبي على الآخر. يعني أعتقد الطبقة السياسية اللبنانية يعني أفحمتنا الحقيقة بعبقرية في إدارة الشأن اللبناني. طبعا هذا ليس عائد إلى كفاءات الطبقة السياسية اللبنانية، لكن هناك مشاكل داخلية حقيقية، والمشاكل الداخلية ليست محلية، يجب الاعتراف بذلك. أيضا لبنان بلد صغير لا يستطيع أن يتحمل هذا الاختلال وهذا الخلاف الداخلي الإقليمي. هو طبعا يعني اختلاف يتداعى على الشأن الداخلي اللبناني. باستطاعة لبنان، أنا لا أعرف كل القوى السياسية المتضررة كلها يفترض من هذا الضغط الاقتصادي الاجتماعي السياسي الذي يسببه اللجوء السوري في لبنان. يجب على كل القوى السياسية على الأقل يكون عندها مصلحة مشتركة في إدارة هذا الملف من خلال المسالك الدولية. هل استوقفك غياب وزير الخارجية عن استقبال المسؤول الدولي؟ يعني فاجأني أول شيء هذا أول شيء. وشو قرأت سبب هالغياب؟ جريدة الأخبار بتقول الاعتراض الأساسي هو على عنوان زيارة بان كيمون، إذ تأتي الزيارة للإطلاع على أوضاع النازحين السوريين وسبل دعمهم. هل بتعتقد في سبب آخر أو قد تكون من غيابه رسالة معينة؟ أحيانا يعني أنا إذا كان هذا السبب ممكن نناقشه، بس عندما أسمع أنه السبب داخلي وأنه مناكفات داخلية وأنه يعني أحيانا مثل ما قالت اليوم جريدة الحياة أنه في أزمة داخلية وأنه في مواقف متضاربة. يعني أنا لا أريد أن أدخل في التفصيل الداخلي اللبناني. نعم. لأني ليس على اطلاع مباشر إذا كان هذا صحيح أو لا، لكن ما على الأقل ما صدر رسميا بأنه الأمين العام ليس رئيس دولي أو لا يمثل، هو موظف. بالنهاية أنت في لبنان محتاج لهذا الدعم الدولي الذي يمثله الرأس الأول للأمم المتحدة. نعم. الذي يمثل كل هذا المجتمع الدولي. ثانيا يا أخي جاي ضيف لعندك، بس يعني استقبله على الباب، يعني أقل من هيك. وثالثا أنا استغربت أنه إذا كان في غياب لوزير خارجية اللبناني كان يفترض بأنه مسؤولين آخرين يتوجهون ليغطوا هذا الغياب. أعتقد أنه أيضا في إرباك بإدارة الإدارة السياسية في البلد. في رسالة من حزب الله حليفة يعني الوزير جبران باسيل؟ يعني لا أعتقد بذلك، أنه بالنهاية يعني إذا كان من 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 حلل الموقف حزب الله في الموضوع، أعتقد أنه حزب الله هو أكثر المتضررين من وجود ديموغرافي لمليون ونص سوري موجود في البلد، ولديه مصلحة مباشرة في حل هذه الأزمة، لأنه أيضا الأزمة الاقتصادية التي يسببها هذا الوجود أيضا هي أزمة اقتصادية على بيئة حزب الله وعلى جمهور حزب الله. بالتالي لا أعتقد أنه هذه رسالة، يعني أتمنى أن لا تكون رسالة بهذا الشأن. وإذا كانت هذه رسالة فهي رسالة بين مزدوجين غير موفقة. أنت يعني تذهب لمواجهة المجتمع الدولي عادة توجه بالمواقف والتصريحات، أما أن لا يذهب الوزير لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة في مشكلة.
وطبعا يعني وزير الخارجيه اللبناني في سوابق في الموضوع ادت الى هذا التصادم مع دول الخليج له علاقه ايضا بالارباك يعني الداخلي. هنا يستكمل ما بداه مع دول الخليج. يعني لا اعرف اذا الموضوع الخليجي، طبعا الموضوع الخليجي بامكاني ان افهمه له علاقه بموقف حزب الله من الموضوع. نعم. بس حزب الله بعد توقيع الاتفاق الدولي، بعد ان اتفقت ايران مع هذا المجتمع الدولي الاساسا غربي، بالتالي اي رساله يوجهها من خلال الوزير باسيل، وعلى الاقل اذا كانت هذه الرساله فلتقال، يعني تقال بشكل صريح، ولا يقال انه الوزير لم يذهب لانه في حاله وفاه في العائله. يعني وجود حزب الله بعد الاتفاق النووي كان محور مقال نشرته جريده الحياه، ساناقشه، ولكن بنقطه اخيره بما يتعلق بزياره المسؤول الدولي الى لبنان، هل صدفه ان يعمل على حلحله امور اللاجئين السوريين وتثبيت أوضاعهم ببلدان وجودهم بالتوازي مع الحديث عن تراجع الأموال المخصصة للأنروا التي تعنى باللاجئين الفلسطينيين؟ يعني هل بتشوف هي صدفة الموضوعين مع بعضهم؟ وهنا البعض يتخوف من أنه أولا إذا صار في مرجعية وحدة للجوء الفلسطيني والسوري أن يعني ذلك انتهاء حق العودة، وبالمقابل كمان أنه تصير مرجعية وحدة أن يعني ذلك تثبيت السوريين مكان تواجدهم سواء بلبنان أو بالأردن أو بتركيا أو حتى بالدول الأوروبية والأمريكية. يعني سيدتي هذا كتير تفكير لبناني داخلي. ما لها لا علاقة. يعني يا ريت أنا أتحدث، يا ريت في غرفة تقود هذا العالم وتقرر ما يلي. أعتقد أننا حاليا بالنظام الدولي الجديد الذي حتى الآن لا نعرف معالمه في حالة ارتجال يومي للقرارات الدولية. نعم. وأنا يعني أريد أن أذكر حتى الولايات المتحدة اللي كنا في الولايات في فترة من الفترات نعتبر أن الولايات المتحدة قرروا ملاي وهم يديرون الملفات منذ 2003 حتى الآن. اكتشفنا أن الولايات المتحدة هم بشر مثلنا يخطئون، وبالتالي هم يرتجلون وأحيانا يتفاجؤون بوقائع ليست بالحسبان. حاليا هناك ملف كبير بدأ منذ أزمة اللجوء في أوروبا يصبح مصيبة دولية، كان أولا هو نكبة سورية، تحول الآن إلى مصيبة دولية. وسبب تحرك روسيا وأوروبا والولايات المتحدة وجنيف والتثبيت هذه الهدنة العجائبية في سوريا هو أنه الآن المصيبة أصبحت أوروبية غربية، لأنه كانوا معتقدين أنه حتبقى بنطاق منطقة الشرق الأوسط غير معنيين بذلك. وبالتالي بانكيمون هو جزء من هذا التصور. نعم. يريد أن تحلل الملفات. هناك طبعا يعني جانب له علاقة بالمفاوضات في جنيف وجانب آخر إنساني يجب حله قبل أن ينفجر في وجه الدولة اللبنانية أساسا وفي وجه من يريدون حل الموضوع السوري. سألت ببقالك هل ينهي الاتفاق النووي وجود حزب الله، واعتبرت أن الحزب سيلاحظ أنه كان حاجة بمواسم المد التي عملت عليها الجمهورية الإسلامية للوصول إلى أعلى درجات الترقي، يعني بعدين تبطل هذه الحاجة بحسب اعتقادك وبالتالي ينتهي وجود حزب الله؟ بمنطق الأمور عندما يعني قامت الجمهورية الإسلامية، أول خطاب للجمهورية الإسلامية كان أننا لسنا نظاما سياسيا جديدا في إيران، بل أننا نظام ثورة قابل للتصدير، وتحدثوا عن نظرية تصدير الثورة وبدأوا باتجاه التصدير نحو منطقة الخليج. وطبعا نتيجة فكرة التصدير تم إنشاء وقيام حزب الله في لبنان، يعني بس في التواريخ الموضوع متزامن. وبالتالي حزب الله كان أداة من أدوات السياسة الإيرانية في هذا الإطار. نعم. نريد أن نصدر هذه الثورة. نعم. وحزب الله طبعا لعب هذا الدور، يعني أصبحت الحدود الإيرانية هي البحر المتوسط وشمال فلسطين. وأصبح طبعا الدور لحزب الله في الأرجنتين ولا في أوروبا في بلغاريا ولا في اليمن أو بالبحرين أو بالكويت أو بلبنان أو بسوريا أو بالعراق، هناك دور، وهناك دور يعني لا نكشف سرا، هناك دور معترف به. ثانيا أن حزب الله هو فخور من خلال كلام السيد حسن نصر الله الأمين العام أنهم جند لدى الولي الفقيه. نعم. حاليا في إيران هناك تحول، التحول الأول أن هناك اتفاق نووي سيحول إيران من دولة ثورة إلى دولة بزنس. الاتفاق النووي إيران لم تستطع يعني أن تتحمل هذا الحصار الدولي، ودول العالم أيضا لديها في هذه هجمة المصلحة على إيران اليوم، لديها هذه المصلحة بفتح السوق الإيراني. نعم. سوق إيراني على المستوى الديموغرافي وعلى مستوى أيضا الموارد المالية الإيرانية الموجودة. وعندما نريد أن نفتح السوق يجب علينا تحضير هذا السوق لكي يستطيع أن يستوعب دخول شركات ألمانية وبلغارية وإلى آخره.
فيجب على إيران أن تتحول من دولة ثورة إلى دولة بزنس، إلى دولة عادية. يعني تستقبل الشيطان الأكبر وأصدقائه. وبالتالي كل هذه يعني كل التمدد الإيراني في الخارج غير مغطى من العالم. وحتى في المقالة أنا ذكرت أنه أكيد في حزب الله من يتساءل أنه كيف تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على حزب الله وهي تنفتح على إيران. كيف هذا الأمر؟ كيف يمكن قراءته؟ قراءته أنه ممنوع لإيران أن يكون لها امتدادات في المنطقة. إذا لاحظت في الموضوع السوري التدخل الروسي أنهى الوصاية الإيرانية في سوريا. أنهاها بمعنى أن القرار حاليا القرار في سوريا وقرار روسي. نعم. قرار أن نفرض الهدنة هو قرار روسي أمريكي. قرار له علاقة بجنيف هو قرار روسي. حتى التفصيلات العسكرية الداخلية، يعني منذ الدخول الأمريكي إلى الروسي إلى سوريا بدأنا نتحدث. أولا في إيران يتحدثون عن خلافات مع روسيا. كانت التصريحات تأتي عن طريق الضباط في الحرس الثوري. ارتقت هذه التصريحات إلى مستوى الرئيس روحاني الذي قال نحن حلفاء مع روسيا لكننا ننتقد الاستراتيجية الروسية حاليا في سوريا. كان هناك تصريحات من قبل ضباط جنرالات طبعا في الحرس الثوري يعتبرون أن هناك مؤامرة روسية لإزالة بشار الأسد من نظام دمشق. سنعود للأزمة السورية، بس بما يتعلق بحزب الله قلت بانتظار أن يصلهما يفصح عن مزاج إيران اليوم بإدارة نفوذها اللبناني سيستعيد الحزب بضاعة قديمة ويعيد تصويب خطابه نحو إسرائيل والصهيونية والاحتلال. آخر خطاب هدد فيه الأمين العام لحزب الله إسرائيل بالرد على أي اعتداء. هل هذه التهديدات هي مثل ما تفضلت وقلت لتعبئة الوقت بانتظار اتجاه يعني مسار الأمور، أم أنها حقيقية ولبنان معرض لعدوان إسرائيلي؟ أولا عندما يأتي الخطاب مهاجما إسرائيل، لا أقول بدون مناسبة، طبعا إسرائيل في حالة احتلال وإن كان مهاجمتها كل يوم، لكن عندما يكون مواضيع الخطابات مختلفة من مهاجمة الخليج إلى موضوع البحرين إلى موضوع اليمن إلى موضوع الموقف في سوريا إلى موضوع الموقف في العراق، وفجأة نذهب باتجاهات أخرى ليس لها علاقة بخبر جديد، ليس هناك استنفار، لا نعرف أن هناك حشود إسرائيلية، لا نعرف أن هناك تصريحات وإمكانية أن تقوم إسرائيل بحرب وإمكانية واردة جدا، لأنه هي دولة عدائية ومصلحتها أيضا ضرب أي حالات استقرار في أي دولة عربية. هي أولا. ثانيا أنه كيف يمكن لحزب الله أن يكون له موقف حاليا في اليمن إذا ما كان هناك حاليا نتحدث عن بداية حوار سعودي حوثي حصل يعني على الحدود، وأنه بداية كلام عن دور كويتي في حوار سعودي إيراني. كيف يمكن أن لا يستغرب حزب الله كيف هو في حالة هجومه، يعني كيف الرئيس روحاني يتحدث عن وفد سياسي يعني يحضر للذهاب إلى السعودية في الوقت الذي تشن فيه المملكة العربية السعودية ودول الخليج هجوم غير مسبوق على حزب الله. في تساؤلات داخل الحزب، وبالتالي إذا كل الملفات المكلف بها سحبت منه فيبقى الملف الوحيد هو اللي هو واضح جدا أنه ملف إعلامي، ملف للضجيج فقط وصوتي، هو ملف إسرائيل. لحظات مع فاصل أول، بعدها مباشرة ننتقل إلى الشأن اللبناني والرئاسي تحديدا. لحظات ونعود. بداية هذا القسم ومن وحي الجمعة العظيمة، رسم كاريكاتير غانم بالجمهورية اللبناني يحمل صليبه الرئاسي إلى الجلسة رقم 38 على درب الجلجلي. درب الجلجلي تراه طويلا بعد دكتور قواس؟ والله إذا نعتمد على موقف الرئيس سعد الحريري الذي يعبر عن حالة تفاؤل، أعتقد تعتمد على حتمية هذا التفاؤل. لكن أيضا عندما يجيب رئيس نبيه بري بأكثر من ذلك، عندما يقول أنه موضوع الرئاسي بدأ يثمر، ثمرة نضجت، بدأ يثمر، بمعنى أنه أيضا أصحاب يعني أتحدث عن الرئيس بري أو الرئيس الحريري لديهم من المعطيات التي قد لا نعرفها،
أو لديهم من القراءة في الحالة الإقليمية الدولية التي تسمح بانتخاب رئيس. هلا السؤال الكبير حتى الآن، عدم انتخاب رئيس هو تعطيل لكل لبنان، وبالتالي أن يقوم فريق بتعطيل انتخاب رئيس لكل لبنان هو تعطيل لنفسه ولحالته ولحصته ولمشاركته في هذه السلطة الموجودة في لبنان. أصبح الموضوع يعني من خلال زيارة بان كي مون هناك أسئلة دولية، كيف يمكن أن نتعاطى مع بلد حتى الآن لبنانيين لا يستطيعون أن ينتخبوا هذا الرئيس؟ المشكلة وين برأيك؟ العقدة وين؟ هلأ العقدة واضحة جدا، أنه العقدة واضحة جدا من خلال أصحاب التعطيل الموجودين في لبنان. أساسا الموقف هو في يد حزب الله، وأساسا الموقف موجود في طهران. عندما طهران تفرج عن الرئيس اللبناني، وحتى الآن لا نعرف ماذا تريد طهران أو ماذا تنتظر للإفراج عن، وهل طهران تريد من الإفراج عن الرئيس اللبناني هو جزء من صفقة عام يجري الكلام عنها؟ لأنه أيضا طهران بعد الاتفاق الدولي تريد أن تعرف موقعها في هذه المنطقة، في الموضوع السوري، في الموضوع اليمني، في الموضوع العراقي، وأيضا في الموضوع اللبناني، والموضوع اللبناني هو جزء من أزمته. طيب يعني أزمة، لكن هل المقايضة تجوز إذا كان الخيار هو بين مرشح حليف لفريقها لحليفها حزب الله أو مرشح خصم؟ بس اليوم المرشحين هما من صف سياسي أو من فريق سياسي واحد. ليش إيران بهذا المعنى بدها تطير فرصة المجيء برئيس من يمها أو من خطها السياسي؟ أنا أعتقد أنه إيران ليست معنية بانتخاب ميشيل عون، وليست معنية بانتخاب أي حليف لها حاليا. إنما أي انتخاب برئيس للجمهورية يعطي الدولة اللبنانية، هذا البلد، حالة من الاستقلال قد تنقلب أو قد لا تصبح تابعة، قد تصبح صديقة لإيران، لكن قد لا تصبح تابعة بالمعنى الحالي إذا ما تغير، وهو آيل إلى التغير، كل الوضع الدولي الإقليمي. إيران تقرأ ذلك، وهي تريد ليس فقط انتخاب للرئيس، تريد حصة في النظام السياسي. هنا السؤال، تريد مكاسب سياسية مقابل الإفراج عن الورق؟ أولا أنا يعني محل الكلام، يعني محل المحلل السياسي الإيراني أو الرئيس الإيراني أو الزعيم الإيراني، هناك حالة قلق إيراني من الوضع السوري، والوضع اللبناني هو جزء من هذا الوضع السوري. حاليا الكلام عن التسوية والكلام الصريح حاليا على أقل على مستوى ديمتسورا يتكلم عن الهيئة الانتقالية، ليست هي انتقالية، يتكلم عن حكم انتقالي بشكل أو بآخر. الحكم الانتقالي في النهاية هو نهاية لهذا النفوذ الإيراني في المنطقة، في سوريا نتحدث، ليست نهاية لصداقة سوريا مع النظام السوري الجديد الحاصل، لكن النفوذ، أن تصبح سوريا تابعة بشكل كبير وكأنها محافظة من المحافظات الإيرانية، هذا الموضوع سينتهي. تمدد ذلك على الموضوع اللبناني، والموضوع اللبناني عندما يعني استخدموا الشارع واستخدموا السلاح لفرض الهيمنة الإيرانية على الموقف اللبناني، وطبعا من خلال السياسة الخارجية اللبنانية بإمكانك تلمس ماذا تريد إيران من لبنان ومن بيروت. الحاصل حاليا أنه عندما كانت إيران في موقع قوي، في موقع يصدر الثورة، في موقع يتمدد باتجاه العراق وسوريا واليمن والبحرين، في موقع كان يعتبر توقيع الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي هو بمثابة اعتراف بنفوذ إيران الأكبر، وبشراكة كبرى وخصوصا بين واشنطن وطهران. واضح جدا أولا أن المجتمع الدولي ليس بهذا المزاج، لكن أكثر من ذلك هناك مزاج عربي جديد في المنطقة لم يعد يسمح بذلك. هذا المزاج، عمليات الحزم دشنتها، عمليات الحزم أولا في نهاية في الموضوع كانت مفاجأة، يعني مفاجأة مش لإيران، هو يعني مفاجأة كانت للعالم أجمع، لأنه كان الدول العربية دائما تهادن وتحاول بالحلول السلمية، يعني كانت تهادن، وكان يعني حتى على المستوى الخليجي كان يعتبر هذا الأمن هو جزء من الأمن الدولي، وبالتالي يجب يعني أن نحصل على الضوء الأخضر من أجل أن ندافع عن أمننا. لكن واضح جدا ومن خلال القيادة السعودية الجديدة، ومن خلال أيضا نوعية الأخطار التي تعرض لها منطقة الخليج لا سيما في الموضوع اليمني، أن ليس هناك مكان للمهادنة، وليس هناك مكان لانتظار أضواء خضراء، يجب علينا أن نأخذ أمننا في يدنا. عاصفة الحزم كانت إشارة، تشكيل تحالف بهذا الشأن، بعد ذلك تشكيل تحالف إسلامي
ضد الإرهاب، بعد ذلك انتقال طائرات سعودية إلى قاعدة أنجرليك بتركيا، الكلام عن التدخل البري، أن نحن مستعدون للتدخل البري ضمن التحالف الدولي دائما، ليس هناك أي هذا طبعا. والتذكير أيضا في موضوع التدخل البري، كان هناك استخفاف إيراني في الموضوع، كان هناك حتى استفزاز وتحدي أنه جربوا، وبعد ذلك كان هناك هجوم على هذا التدخل البري، بمعنى شعروا أنه هذا التدخل البري حقيقي، وأنه النفوذ الإيراني آيل إلى تراجع. هم يعرفون بإيران تنبقى بس بالشأن اللبناني، لأنها عم نسبق على الموضوع السوري. إيران إذن تريد حصة سياسية، حصة من من ستأخذها دكتور قواس؟ يعني أولا نحن تكلموا سابقا عن مؤتمر تأسيسي، عن مؤتمر تأسيسي وكل ذلك. أنا لا أعتقد أكدوا التزامهم بالطائف، هو لا أعرف الطائف والمؤتمر التأسيسي. أولا مؤتمر التأسيسي، وأنا أريد أن يعني أتوجه إلى كل اللبنانيين، نعم، أنه الدساتير ليست يعني كتب مقدسة، وبإمكاننا حتى بإمكاننا جميعا أن نذهب إلى مؤتمر تأسيسي، ولن يخرج منه من هذا المؤتمر التأسيسي إلا ما يرضي جميع اللبنانيين، نعم، إلا إذا كان في اعتبار للسلاح بأنه يفرض دستور جديد على كل اللبنانيين. ويبدو أنه هذا يعني اعتقاد فيه نوع من البدائية نوعا ما، لأنه 15 سنة من الحرب لم تؤدي إلى يعني اتفاق الطائف بالنهاية، هو اتفاق جماعي لبناني، نعم، لم يكن هناك فرض وقهر بالنسبة للبنانيين على آخرين. أنا كمان أشك في أنه هناك قناعة بإمكانية إنجاز يعني أرباح في تغيير النظام اللبناني، وكأنه ورقة المؤتمر التأسيسي وورقة النفوذ وتغيير المؤسسات الدستورية اللبنانية هي جزء من المناورة الداخلية للحصول على يعني في حالة المجابهة اللبنانية الداخلية. بس أريد أن أوضح أكثر، المجابهة الداخلية اللبنانية الدولية أحيانا تكون نوع من ضوضاء لتعكس حالة إقليمية، لتعكس مطلب إيراني إقليمي كبير لا يمكن تطبيقه ولا يمكن صرفه في الداخل. حزب الله بحسب علي الأمين اليوم بجريدة البلد قادر أن يأتي بمن يشاء رئيس للجمهورية، لكنه مربك لأنه لم يضع بباله يوما أن يكون حزبا في دولة كما بقية الدول، ولا أن يضع في حسابه يوما أن يتحمل مسؤولية تطبيق خطة تنموية واقتصادية ومالية. يعني بدو السلطة، مكاسب السلطة دون أن يتحمل أعباء هذه السلطة. أن تكون في السلطة هاي بالنسبة لحزب الله يمكن اكتشف من جديد أنه ليس مقبولا أن تكون في السلطة إذا لم تكن تعترف بأن هناك مجتمع دولي وقوانين دولية ومؤسسات دولية ومؤسسات عربية، أنه ما ليس لا تستطيع يعني أن تفتح على حسابك، يعني مش انتخابات طلابية بناخد هذه الكلية لبها الكلية، نعم، هي أولا. ثانيا هو جرب أن يكون في السلطة من خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واعتبر أنه يعني بالانقلاب الذي حصل وبحكومة اللون الواحد ولم يستطع أن يحكم البلد، ولم يستطع أن يدير شؤون البلد، علما أنه ليس لم تكن هناك معارضة لا في الشارع ولا معارضة مسلحة ولا حتى معارضة برلمانية طالما تم شل هذا البرلمان. وبالتالي أنا رأيي هناك قناعة عند حزب الله أنه لا يريد أن يحكم لبنان، هو يريد أن يحكم من خلال لبنان، وهو لذلك في الحكومة الحالية حكومة الرئيس تمام سلام قيل أنه قدم تنازلات لوزارات سياسية لأنه كان يحتاج إلى هذا الغطاء. هو ذهب إلى سوريا ولا يراد له أن يعتبر إرهابيا، لكن يعني بالنهاية لم ينفع ذلك، وأن هذه الحكومة لم تستطع أن تغطي، بل أنه أفعاله وأداؤه في سوريا أربك هذه الحكومة وأداؤه في لبنان. بمواقفه بخصوص المرشحين الرئاسيين الوزير فرنجي والعماد عون، عماد مرمل بالسفير يرى أنه كليهما وجد بكلامه ما يطمئن ويمنحه الأسباب الكافية للمضي في الترشيح حتى شعار آخر. يعني أولا كيف عم يقدر يوفق بين الحليفين؟ يعني أنا بعتقد أنه في أزمة ببيت الجنرال ميشيل عون، نعم، عندما يعني يستمع بصفته الحليف المخلص منذ ورقة التفاهم بينه وبين حزب الله، عندما يراقب ويتأمل موقف حزب الله الذي باستطاعته غدا أن ينتخب إذا أراد ذلك، هناك طبعا في إشكال. ويبدو أن هذه ورقة التفاهم ويبدو أن هذا التحالف أصبحوا
يعني متعلقين فيه. يعني متى سيرتفع صوت او تساؤلات لا, لا يستطيع ان يرتفع ليس له الشارع كما ليس يقال انه عم يحضروا للنزول الى الشارع. ينزل هو جرب النزول الى الشارع قبل ذلك. يعني ليس الموضوع ليس بيد اللبنانيين, هي بيد حلفائك بالنهايه. الحليف عندما يقرر ان ينزل الى البرلمان وينتخب بامكانه انتخاب حليفين, اما الحليف اللي اقترحه الرئيس الحريري او حليفك باعتقادك. إلى من يأمن أكثر؟ إلى من يأمن أكثر حزب الله بغض النظر هلأ إذا بدهم أو ما بدهم, من يطمئنهم أكثر؟ لا يعني لا أعتقد أنه في حدا يطمئنهم أكثر. أنا أعتقد وأحيانا ما يطمئنهم هو عدم وجود رئيس. أي رئيس سيذهب إلى سيمارس حد أدنى من صلاحيته كرئيس الجمهورية, وهذا هذا يعني أنه يريد أن يكون رئيسا للبلد. حتى الآن هم يريدون الدولة وليس الدولة. طيب إذا كانت إيران تتريث بهذا الموضوع, المجتمع الدولي ليش ما عم بيقدر يفعل فعله معه؟ يعني شفنا المسعى الفرنسي الذي لم يصل إلى أي نتيجة, شفنا المناشدات مبارح بان كيمون رجع حكي عن هذا الموضوع. المجتمع الدولي لماذا يتفرج؟ سيدتي المجتمع وحتى الدول الدولي العربية المجتمع الدولي, أولا نحن نعيش في نظام دولي جديد, نظام كارثي. يعني الكوارث الأمنية انتقلت حاليا إلى قلب هذا الغرب. نقلت منذ يعني ما بقى مهتم, أصبح عنده أولويات. كان في حالة العراق سنة 2003 كانت أولوية بالنسبة له, لها علاقة بالنفط, لها علاقة ب أولويات استراتيجية. في موضوع أفغانستان كان نفس الشيء. بعد ذلك خصوصا مع عقلية الرئيس الأمريكي أوباما كان هناك أولويات. الأولويات تقول بالنسبة للأمريكيين أن أمننا حاليا هو موجود في شرق آسيا, وبالتالي انتقالنا واهتمامنا هو نحو شرق آسيا. وفي فترة من الفترات كان في استقالة كاملة من الولايات المتحدة من الشرق الأوسط نهائيا, يعني وخصوصا بعد ما تم عبر تقنيات النفط الصخري أصبحت الولايات المتحدة عندها فائض للنفط بإمكان تصديره, وبالتالي ليست بحاجة إلى هذا النفط بشكل المباشر, هي بحاجة إلى إله بصفته سلعة استراتيجية قد تؤثر على الصين. ففي في في هذا الانسحاب. في الموضوع السوري مثلا في كارثة في سوريا وفي في كارثة أخلاقية. لم يتحرك هذا المجتمع الدولي, تحرك فقط عندما تم استخدام السلاح الكيماوي. وتحرك كل المجتمع الدولي وتواطأ الأمريكي والروسي من أجل نزع السلاح الكيماوي فقط لأنه يهدد أمن إسرائيل وليس أمن السوريين. نعم, لا بدليل أنه أبقى على بشار الأسد وعلى فقط يعني كان يقال أنه السلاح الكيماوي هو سلاح وخط أحمر, لكن كل أنواع الأسلحة لا يعني القتل مسموح بكل شيء ما عدا لأنه السلاح الكيماوي يهدد إسرائيل. لبنان ليس أولوية اليوم. يعني إذا كانت سوريا ليست أولوية وهذا كارثة, لبنان ليس أولوية. يعتبر لبنان هو جزء من الكارثة, جزء من الأزمة, وبالتالي حل الأزمة السورية تتبعها تتبع. لكن أيضا أريد أن أركز أنه أيضا المجتمع الدولي وأيضا المؤسسات العربية في حالة حماية للبنان نسبية. حالة الاستقرار وحالة التواصل الدائم على الأقل من خلال زيارة الأمين العام, من خلال زيارات كل الأوروبيين. يعني منذ أيام كانت وزيرة خارجية أوروبية موجودة يعني بيعتبروه يمكن بلاتفورم أنه ثابتة ممكن عبرها يتواصلوا أولا عبرها يتواصلوا, لكن أيضا في ثابتة أنه هذا لبنان هو جزء من هذا المجتمع. يعني ما بقى لبنان عم يلعب دور صندوق البريد لتوصيل الرسائل السلبية. لا صاروا وصلوها ديركت رئيس تيار المرضى أخيرا بهذا القسم النائب سليمان فرنجية بيقول لجريدة الجمهورية اليوم أنه يرفض إلغاء نفسه ملبيا رغبة عون بالانسحاب. حزب الله لم يطلب منه لا الاستمرار بترشحه ولا الانسحاب لصالح عون, ولكن يقول أنه إذا العماد عون بده ينزل على الشارع كل المحرمات ستسقط وسائر الخيارات ستحضر, ومنها خيار النزول لمجلس النواب بجلسة الانتخاب. ممكن يكون له موقف بمعزل عن يعني أنا قرأت هذا الموقف وأعتقد أنه موقف لافت جدا. يمكن موقف أول موقف للوزير, أولا يريد أن بهذه الحدة يعني أولا في وضوح أنه أنا موجود, وحتى لو طلب مني حليفي حزب الله اللي حتى الآن أنا يعني محترم موقفه ولم أذهب حتى إلى البرلمان فلن أنسحب لأنه موجود وعندي دور. هي أولا. ثانيا هي أول مرة تظهر حالة اختلال داخل تحالف 8 أذار. طبعا كان في كلام أنه الاختلال موجود عند 14 أذار, حاليا لا. ممكن أن نطرح عن لزومية هذا التحالف حاليا. تحالف بين مين أسوأ وضعه 14 ولا 8؟
14 كانت يعني تعبر عن طموحات عالية جدا. أنا بالنسبة لي أي اختلال داخل 14 آذار كان حالي بيمثل حالة خيبة، لكن أيضا في فرق ما بين الأحلام وبين الواقع، ما بين الطوباوي وبين إدارة منافع الناس ومصالحها. يمكن كنا بشكل مبالغ معولين على ما هو حلم، وفي العالم ليس هناك أحلام، هناك ريال بوليتيك يعني بإمكاننا. لكن بنفس الوقت أعتقد أنه المبادئ والشعارات الكبرى لـ 14 آذار هي التي تتمدد حاليا، ليس في لبنان أيضا لكن باتجاه سوريا وباتجاه المنطقة. ما جدوى كل المفاوضات حول سوريا إذا كان الأسد يعتبر أن لا حل إلا بالقتال والنصر كما نقل عن وفيق قانسو بجريدة الأخبار، وكيف تقرأ الحراك الكردي بعد الفاصل؟ إذا نعود إلى هذا القسم الثالث، وقته كتير قصير قد ما فينا. وفي أنسو بينقل عن الرئيس السوري خلال استقباله المشاركين بملتقى التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة يلي انعقد بدمشق ب 19-20 الجاري، قوله أن لا رهان على الحل السياسي مع هذه المعارضة أمام الإرهاب، لا حل إلا بالمواجهة والنصر، الرهان الحقيقي على الحسم العسكري مع القوى الإرهابية وتعزيز منطق المصالحات السورية. هل الرئيس السوري يعيش في عالم آخر؟ يعني واضح أولا هو يقول لا حل مع هذه المعارضة وهو يتفاوض مع هذه المعارضة ويتحدث عن مصالحات سورية مع من؟ ووفده موجود في جنيف وسيذهب إلى 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 القسم الثاني من هذه المفاوضات في بعد أيام، يعني في نيسان، مع هذه المعارضة. طبعا يعني خطابه بموضوع لا حل إلى القتال والحرب. أولا القتال والحرب الذي تم تجريبه من خلال النظام السوري، من خلال التحرك الإيراني المباشر، من خلال الميليشيات التي كانت تابعة لإيران، كانت ستسقط هذا النظام، وبالتالي لم يعني يقف هذا النظام على قدمه إلا بالتدخل الروسي. نعم. علما أن هذا التدخل الروسي أيضا ليس تدخلا روسيا، هو تدخل دولي، لأنه كان في واضح تواطؤ وتحالف. عم ببين هالشيء اليوم يمكن من خلال محادثات لافروف كاري دكتور قواس، في تغطية كاملة يعني. طب بس يقول الرئيس السوري صياغات النظام وآلياته وشكله ومستقبله شؤون يقررها السوريون وحدهم، هل يعني ذلك رفض مسبق لكل ما سينتج عن جنيف وعن؟ يعني هو خطاب داخلي يكرر، موجه إلى الداخل، يكرر دائما. طبعا يعني كان في أجندة وفي خارطة الطريق للمفاوضات، دمشق أعلنت عن انتخابات قادمة، طبعا كان في موقف روسي موقف أمريكي، نعم، هذا لا يحصل، لكن هناك موقف داخلي بأننا نحن ما زلنا حكومة شرعية ونعتمد على شرعية الناس. أحيانا أنا أريد أن أتساءل وهل السوريين، يعني هل الشعب السوري هو من اختار النظام السوري، يعني حتى نقول انه الشعب السوري بامكانه ان يقول نريد هذا النظام او لا؟ ولم ينتخب بحياته بالشكل الديمقراطي الحر الذي باستطاعته ان يقول انه انا امثل. يعني هي رسائل الى الداخل بقدر ما هي للخارج، نفس الشيء يعني مواقف داخليه. لا بامكان، نعم، هذه الموقف ان يعني تصدر اشارات نحو المجتمع الدولي، لكن بالنهايه واضح جدا انه اساسا ما يحصل في سوريا حاليا ليس قرارا سوريا، لا نظام، نعم، ولا معارضه. في فهم الحراك الكردي الراهن، عنوان مقال لك بموقع العرب، تقول أن الجديد الذي طرأ على التجربة، تجربة الأكراد التاريخية، أنه بانتظار تبدل المزاج الدولي باتجاه دولة كردية مستقلة لا بأس من إنجاز أمر واقع بالقوة على ما حققه الأكراد بالعراق. يعني هذا المزاج موجود من زمان وجاي وليس بالجديد، انه تكون انهم استقلاليه. يعني سايكس بيكو اعطى كل الناس الدول وحالة الا الأكراد، حالم الأكراد من هذه الدول. الأكراد طبعا كانوا يعتبروا، يعني كان في فريقين، فريق يعتبر انه له الحق في ان يكون له دوله قوميه، علما انه سايكس بيكو لم يعطي الناس دول قوميه، يعني اساسا سوريا ليست دوله قوميه، ولا العراق ولا لبنان، هو دول متعدده، وكانت على الانظمه السياسيه ان بامكانها ان 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 يعني ان تنشئ دول عادله فيها حق كل العالم تلاقي حالها يكونوا موجودين فيها حالية. نعم، حضرتك بمقالك تحمل الوعي السياسي العربي انه كان عاجز عن او قاصر عن انتاج مشروع يجد فيه الاكراد حيزا رحبا، يعني يغنيه يجب الاعتراف بالموضوع انه حاليا
لماذا يذهب الكردي باتجاه التفتيش عن استقلاله عن دولة خاصة بالأكراد؟ إذا كان أنت مشروعك في أي دولة لم يكن يتعامل مع هذا الكردي إلا تعامل بصفته أجنبي وتعريبه وفرض اللغة العربية عليه وعدم الاعتراف بلغته وثقافته يعني نحن عنا ثراء في دولنا أننا تعدديون ومتعددو الثقافات واللغات وكل ذلك، أردنا قطاع يعني أن نغتال كل ذلك، أن نعدم كل ذلك بما يعني بأوصاف الإيديولوجيا والعروبي والشيء الوطني. طبعا حاليا لا، في حالي موجودة أعتقد أن الأكراد على الأقل في العراق أدركوا هذه الحالة بذكاء، لم يعادوا تركيا، بل اعتبروا تركيا هي جزء من أمن استراتيجي، فتحوا العلاقات الاستراتيجية الأمنية، وأصبح الاعتراف بهذا النموذج الكردي في العراق اعتراف دولي، أصبح يعامل مسعود بارزاني بصفته رئيس دولة، هناك عقود تسلح مباشرة ما بين إقليم كردستان وطبعا عقود نفطية والعالم، مما أثار غيرة بغداد ومما أثار حفيظة بغداد في هذا الشأن. لكن في موضوع الأكراد في سوريا حاليا هو برعاية حزب الاتحاد الديمقراطي، هو اللي تركيا غير راضية. دكتور كواس، هل ستبقى مكتوفة الأيدي؟ الحزب هو من امتدادات حزب العمال الكردستاني بقيادة عبدالله أوجلان، الذي يعني يمثل تناقض رهيب في تركيا. تركيا ليس لها مشكلة مباشرة مع كيان فيدرالي كردي، والدليل علاقات الموجودة في العراق. مشكلة مع نوعية هذا الكيان اللي ممكن يكون عداء وممكن يكون أن يوحي بأفكار لأكراد التركية. طب ممكن تكون هذه الحالة أو هذا الحراك هو كيف بتقولها بالهند أو ما سيكون عليه الأمر في سوريا فيما بعد؟ يعني كيانات هو ما صغيرة. يعني ما أثار قلق الجميع هو التصريح الشهير لنائب وزير الخارجية الروسي الخارج عن أي سياق، الذي حق يعني تكلم أنه نحن يعني لا مانع لدينا بإنشاء فيدرالية إذا ما أراد السوريين ذلك. شوف الكلمة التي تكرر منذ قليل، بشار الأسد يقول أن السوريون يريدون ويقررون، والروسي يقول أيضا يقرر، علما أيضا أنه لا نظام بشار الأسد ولا المعارضة السورية عرضت بأي ورقة أي حالة من حالة الفيدرالية أو التقسيم. طبعا حتى نعرف التواطؤ الروسي الأمريكي أكثر، أنه يأتي بعد أيام جون كيري وزير الخارجية ويتحدث ليس فقط عن الفيدرالية، يتحدث عن إمكانية التقسيم، وبالتالي يوحي للجميع. لكن أنا يعني من وجهة نظري أنه عندما يبدأ الكلام بالفيدرالية والتقسيم هذا يعني أن ليس هناك اتفاق، هناك أوراق تطرح على الطاولة بإمكان مناقشتها. السؤال الأخير، ما بقى معنا أقل من دقيقة. راغدة درغام كتبت اليوم بالحياة عن الإرهاب المقرف الذي أصاب بروكسل، وتعتبر أن المسؤولية العربية عما آلت إليه الأمور لا تقل عن الأمريكية أو الأوروبية، لأن هذه الآفة المسماة داعش ستنال من الطمأنينة لأجيال آتية، لأنه إرهاب موجه بالدرجة الأولى ضد الطموحات العربية للالتحاق بركب الحدث. تعليق أخير على الإرهاب يلي تعليق أخير أنه أنا حاليا لم أرى أنه التدبير الدولي لمكافحة داعش هو تدبير جدي. حتى الآن هناك تدبيرات تقنية من خلال غارات وكل ذلك، ليس هناك أي تدبير جدي، بمعنى أهل المنطقة يجب أن يكونوا مشاركين في هذا التدبير. والكلام العسكري حاليا في أوروبا والولايات المتحدة عن ضرورة التدخل البري أراه أصبح عاجلا بعد العمليات اللي حصلت في بروكسل، وأعتقد أنه خيارات التدخل البري اللي أعربت المملكة العربية السعودية وتركيا عن جهوزية لهذا الشكل، زائد وجود تحالف إسلامي في هذا الشأن، بإمكانه أن يكون مقدمي لما قد نراه في الأشهر المقبلة. الكاتب والصحافي دكتور محمد كواس، أهلا وسهلا بك. وقتنا اليوم انتهى، على أمل أن نستضيفك كل ما أتيت إلى لبنان. شكرا جزيلا، شكرا للمشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.